في إطار اهتمام الدولة بالوصول بالفنون والمهرجانات لجميع المحافظات، نظمت وزارة الثقافة فعاليات الدورة الأولى من مهرجان السويس للموسيقى والغناء الذي تنظمه الوزارة ممثلة في دار الأوبرا المصرية. وقالت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم إن الوزارة حريصة على إقامة هذه المهرجانات في المحافظات لإبراز المواهب الغنائية الحقيقية، كما تستهدف تحقيق خطة مصر للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وذلك للترويج والتعريف بالمواقع الثقافية والأثرية بمختلف ربوع مصر.